سمك عراقي مزقوف. منطقة سيتك بسليمانية، درجة الحرارة حاليا تقريبا 24 23. هاي الصلصة مال ابو علان، صلصة سرية.
بدون هالسمك ما بيكل طعم. ما بعد هسه باقي شوي مع الظهر حتى تكون سمكة دستورية. ايش هذا؟ هذا بعدين بس خلي فوق الصلصة. طبون بلينا خلي تمين طب بلينا اطلع من اليسرى يعني على المرتاح خلي تاكل لا تضغط فوقه على المرتاح هذا يدور راح خلي يدور عرق بس الجماعة ما شاربين عرق ها؟ لا الجماعة مش شاربين عرق بس يخاف هذا يوصل هذا اي هذا جميل هيك حبه هذا هو هيك طيب بس جميل هذا اطيب من كل اللي حيطلع السمك ما يصير اسمه يحترق هو سمك يمين يبس يصير مثل البثل خالص صح اذا مجربه انا مجربه انتم مجربين احسن مكان هو السمك هذا خالص لا والله في السمكات براحة 8 براحة تنطبقون انا صح ولا غلط؟ 2 4 بس ماكو قاعدة 8 3 ب3 ب2 ها؟ ماكو قاعدة 8 سمكات بل ياكو احنا مسويها والله اراك صورة هسه جميل اذا يتذكر بالشتاء والله اي مرة سوينا سمك هواية سوينا كم واحد سنة؟ ما صارون قاعدة لا هذا هيك ما نمر اذا 8 يعني 16 واحد اكثر كنا 20 واحد تقريبا يا ربي عفخ هذا خليه تخفق لا ما طول عالي ما ياثر بس هاي عادي انت هاي تريد داريها اي هي لعبتك يا هو هذا اي طريه تمشي طريه قاموا تلقى شوي شوي بعد تسوي نفسي طنطه هنا خيطة أبوه